أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بأهم العناوين. يقين وفاة معتقلين اثنين في سجن الحوت بالناصرية. الهيئة نت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق توثق 267 انتهاكا خلال عام واحد. المدى تغيرات كورونا، 3 ملايين عراقي جديد تحت خط الفقر وحالات غريبة من العنف الأسري والطلاقات. شفق نيوز ارتفاع مستمر، الذهب في العراق يلامس 400,000 دينار للمثقال. القدس العربي، الحكومة الكردية تتهم مسلحي كردستان بقتل وتهجير سكان دهوك. الاندبندنت، جولة أخرى من رسائل عين الأسد المبطنة بالصواريخ والمسيرات. لوموند، الأحداث الأخيرة تحولت إلى قضية مشتركة حشدت جيلا جديدا من الفلسطينيين. ننتقل مشاهدينا الكرام من العناوين إلى المقالات والتقارير والأخبار، ونبدأ من صحيفة الميثاق، حيث قال الناشط أحمد الوشاح في مقابلة نشرتها الصحيفة: نحن في العراق نعيش الآن في غياب الدولة، ومشروع وهدف ثورة تشرين هو بناء دولة حقيقية ذات سيادة وحرة في قراراتها. مظاهرات أو خطوة يوم 25 أيار كانت لإظهار أن تشرين ما زالت مستمرة وما زالت قادرة على إخراج الآلاف ومئات الآلاف من المتظاهرين وملء الساحات، والهدف من هذا التصعيد هو إظهار قوة تشرين. لا يوجد سقف زمني لإعادة ثورة تشرين أو الوصول إلى هدفها، فالضغوطات كبيرة والمواجهات صعبة، ولكن نحن مستمرون في حركنا وفي الضغط على الحكومة وأحزابها والضغط على من يدعم الحكومة مثل الأطراف الإقليمية لسحب الشرعية الدولية من هذه السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من نقابات واتحادات وجبهات وطنية لم تشترك في العملية السياسية بعد عام 2003. ومعطيات ثورة تشرين ومشروعها هو حكومة إنقاذ وطني تنهي سلطة الميليشيات وقادرة على حصر السلاح، وأن تفتح تحقيقات بخصوص الجرائم التي حصلت وارتكبت بحق الشعب العراقي من انطلاق ثورة تشرين ونزولا عودة إلى عام 2003. والمعارك الطائفية والتصفيات التي طالت الخبراء والعلماء، والأحداث الدموية التي حصلت عام 2006، ومروراً بسقوط المحافظات الأربعة ومجزرة سبايكر وتفجيرات الكرادة في عام 2017، وكل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي، ويمكن أن نجمل ذلك كله بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، حتى يمكن تهيئة البيئة المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن كل من تسبب بدمار العراق، ودون مشاركة المتورطين والمدانين بسرقة المال العراقي ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين. وأضاف الناشط أحمد الوشاح أن الحكومة الإيرانية لها دور كبير في قمع تظاهرات تشرين، ولها دور كبير في استهداف الناشطين، ولعل تصريحات المرجع الإيراني خامنئي كانت واضحة بأنها ضد التظاهرات، وقد وصفنا ووصف المتظاهرين بأننا نحن نحمل مؤامرة خارجية وأننا خطر على العراق وعلى المذهب. ويعتبر هذا تصريح خطير لأنه بمثابة فتوى بجواز تصفيتنا وقتل الناشطين العراقيين، مع أن القضية العراقية قضية عراقية شعب ضد حكوماته الفاسدة ويريد أن يزيلها، إلا أن التصريحات والتدخلات كانت واضحة ومستفزة من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وجدنا في صحيفة العرب اللندنية تقريرا قالت فيه: نجحت الجماعات والمنظمات المسلحة المنتشرة في أكثر من دولة سواء في الشرق الأوسط أو غيره من المناطق في امتلاك الطائرات المسيرة لتنهي احتكار الدول لها، وهو ما بات يشكل تحديا للجيش الأمريكي الذي يسعى للتصدي إلى التهديدات التي تمثلها. وأسهبت قائلة أن الجيش والمسيرات أن الجيش الأمريكي يشعر بقلق متزايد بشأن استخدام طائرات المسيرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. تشير التقارير الأخيرة إلى أن زيادة القلق لدى الجيش الأمريكي يعود إلى استخدام الطائرات المسيرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، ويشمل ذلك الطائرات الصغيرة المسيرة ذات الأجنحة الثابتة التي تمتلك على ما يبدو القدرة على التهرب من الأنظمة الدفاعية، بما في ذلك تلك الموجودة في القواعد العسكرية والمنشئات الدبلوماسية. وأظهر هجوم في أبريل في أربيل طائرة مسيرة ضربت حظيرة طائرات تابعة لوكالة المخابرات المركزية تقع في مجمع المطار الأكبر، واستهدف هجوم آخر في مايو قاعدة عين الأسد الجوية، وهو الموقع نفسه الذي استهدفته الصواريخ البالستية الإيرانية في يناير 2020 بعد اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. تم إطلاق الطائرات المسيرة المستخدمة لمهاجمة السعودية في يناير 2021 من الأراضي العراقية، حيث تم تصنيعها بأجزاء تم تسليمها من إيران ونشرتها الجماعات المدعومة من إيران العاملة في العراق. ودفعت هذه الهجمات القوات الأمريكية إلى العمل على تطوير تدابير أكثر فعالية لمكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تطوير أجهزة استشعار رادار أكثر تطوراً وأجهزة تشويش إلكترونية، وأيضاً مناهج حركية مصممة لضرب الطائرات المسيرة من السماء. في حين أن الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة كان يحدث في السابق في الدول ذات الميزانيات العسكرية القوية، فقد انخفض حاجز هذا الوصول بشكل كبير بمرور الوقت، واليوم يمكن للأفراد وللجهات الفاعلة غير الحكومية الحصول على تقنية تجارية جاهزة ميسورة التكلفة ليتم دمجها في التخطيط للهجوم، ما يوسع من نطاق هذا الهجوم والأضرار التي تلحق به. في موقع ألترا عراق وجدنا مقالة للكاتب زيا وليد بيّن فيها مكامن الخلل في العراق، وواصفا الوضع في العراق بأننا نعيش وسط لا دولة وأن القانون مغيب في كافة نواحي الحياة في البلاد، حيث قال: لا توجد دولة في العراق ولا سلطة للقانون. ليست الوقائع هي من تضع الخيط الفاصل بين الطرفين، بل التوجه الخطابي والأفعال غير المنضبطة للعناصر المسلحة التابعة للطرف المعني. كانت حادثة اعتقال اللواء في الحشد الشعبي قاسم مصلح أحد الأمثلة على مظهر يعزز نظرة لا دولة اتجاه الأحزاب والقوى السياسية الراعية للفصائل المسلحة التي أقدمت على اقتحام المنطقة الخضراء احتجاجاً على اعتقال مصلح. مثال آخر لا يعرف عن قوى الدولة ومسلحيها في الأوساط الشعبية والإعلامية اصطدامها الدائم بالمتظاهرين والفعاليات المدنية في العراق، على العكس من الفصائل المسلحة المتهمة بقتل الناشطين والمتظاهرين. مثال ثالث: لا تصطدم الجماعات المسلحة والميليشيات التابعة للأحزاب غير الأحزاب الراعية للحشد الشعبي بالقوى الأجنبية، سواء التحالف الدولي أو الأمريكيين العسكريين والمدنيين. وبطبيعة الحال لا تصنف الولايات المتحدة الفصائل المسلحة غير المتصادمة معها تحت عنوان الميليشيات بغض النظر عن توصيفاتهم القانونية، وكذلك تفعل مع الإرهاب بانتقائية
وهو ما ينسحب على استخدام اللفظ إعلامياً من جهازها الإعلامي ومن معه. إذن الفعاليات الصدامية هي من تتحكم بإطلاق الأوصاف وتتميز القوى السياسية في العراق، سواء الصدام مع الشارع المدني أو السلطة الرسمية أو القوات الأجنبية. وإلا وبالعودة للسؤال الأول، فما الفرق الجوهري النظري الدستوري بين المسلحين التابعين للعتبات الدينية في النجف وكربلاء والتيار الصدري وتيار الحكمة وحزب الدعوة؟ وأضاف الكاتب: نعم، لا توجد دولة في العراق ولا سلطة للقانون، وكعب الحكومة لا يرتفع إلا على المواطنين. الجيش لا يمكنه دخول إقليم كردستان، والقائد العام للقوات المسلحة لا يسمح له باعتقال لواء في جهاز أمني تابع له، والقوى السياسية الرئيسية في البلاد تمتلك أجنحة مسلحة تحميها وتوفر لها المال والقوى. في صحيفة المدى نشر مقال للكاتب جاسم الحلفي، كتب في نصه: الخطوة المطلوبة من قوى التغيير الآن ومن دون تأخير الإقدام على تنسيق العمل في إطار سياسي مرن، وبهذا توفر إمكانية ضرورية في كفاحها سواء مضى الاتجاه العام نحو المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. إحراز النجاح غير ممكن إن بقيت قوى التغيير مشتتة، متفرقة، منعزلة عن جمهورها، مشككة في بعضها. لذا بات من الملح تنضيج رؤية واضحة ومحددة لتوحيد القوى وتنظيم الجهود في إطار سياسي مرن دون إقصاء وتهميش واستحواذ. إطار يتشكل أساسه من الأحزاب السياسية التي انبثقت على إثر فعل الانتفاضة في تشرين. نستمع إلى ملاحظات حول الثورة في العراق. دور طغمة الحكم ونفوذها الذي امتد إلى داخل بعض التشكيلات، سواء باختراق بعضها أو تلك التي تشكلت باسم الانتفاضة وشبابها لمصلحة طغمة الحكم وبتمويلها حتى غدت امتدادا لها. إذ لا يخفى على أحد أن قوى السلطة لم تدخر أي أسلوب يمكن استخدامه من أجل مصالحها المتمثلة ببقائها بالسلطة. وقد لوحظ في الفترة الأخيرة اهتمامها بتشكيل وتسجيل أحزاب جديدة بالجملة تحمل أسماء المدنية والانتفاضة والإصلاح والتغيير، وهناك اتساع ظاهرة التنظيمات السياسية الشبابية، وكان يمكن أن يحتويها تنظيم سياسي واحد أو في الأكثر تنظيمان، وهذه ظاهرة سلبية. وقد أصيب بعض الشباب بنفس أمراض الأحزاب القديمة وظاهرة تشظيها ضمن ظاهرة تشويه الحياة الحزبية التي هي مشوهة أصلاً. تركيز البعض على الصراع الأيديولوجي في غير مواقعه، فللصراع الأيديولوجي ساحاته الخاصة، المؤتمرات العلمية والورش والمجالات الفكرية والمجالات الأخرى والكتب، والانتباه بعدم جر النقاش إلى الميدان العام على أن الموضوع هو صراع ديني مدني، كي لا يفهم أن صراع المدنيين يتركز حول الدين، بل المطلوب إظهار الاحترام للمتدينين الذين لا يستغلون الدين في المكاسب الضيقة والفساد السياسي، كذلك عدم افتعال الصراع وكأن أساسه هو صراع أجيال، فمزاوجة الخبرات مطلوب، خبرة الكبار وحيوية الشباب. وأشار الحلفي إلى خطأ حصر الانتفاضة واختزالها بالتشكيلات السياسية التي أعلن عنها خلال الأشهر السابقة، فالانتفاضة أوسع من كل الأطر السياسية والمدنية، فقد شملت أوسع قطاعات الشعب، والغالب من الناس لم تنتظم بهذه التشكيلات، وهناك من يشكل على كل أنواع التنظيمات السياسية، فالانتفاضة لم يطلقها أحد مهما على شأنه، ولم يوجهها طرف مهما بلغت إمكانياته، بل هي حركة شعب رفع مطالبه بالعيش الكريم وعبر عن إرادته الحرة. أما موقع عربي 21 نشر مقالا للكاتب والمحلل السياسي التركي علي حسين باكير،
كان عن مقابلة مجلة لوبوان الفرنسية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي وصف علاقات بلاده مع تركيا بالممتازة، مشيرا إلى أن الأخيرة تسلم دعوة لزيارة أنقرة، وأن الأخيرة قامت باستثمار حوالي 5 مليارات دولار في الجزائر دون ربطها بشروط أو قيود سياسية. وتأتي هذه المقابلة بموازاة مصادقة تبون مؤخرا على اتفاقية ملاحة بحرية مع تركيا كان قد تم التوقيع عليها في عام 1998، إلا أنها بقيت تنتظر المصادقة منذ ذلك الحين. دفعت تركيا في العامين الماضيين باتجاه تفعيل دور أكبر للجزائر في الملف الليبي وشمال إفريقيا، وذلك بموازاة علاقات تركية أقوى مع دول المغرب العربي. ولم يعجب ذلك بطبيعة الحال دولا مثل الإمارات ومصر وفرنسا التي كانت تحاول جاهدة عزل الجزائر وإفشال تركيا. تحولت الجزائر خلال السنوات الماضية إلى أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وغالبا ما كان التنافس على هذا الموقع يتم بينها وبين مصر قبل أن تستعيده الأخيرة، كما احتلت الجزائر موقعا متقدما لناحية المساهمة في استراتيجية تنويع الاعتماد على واردات الطاقة التركية، وفرضت هذه الأهمية نفسها على الأتراك دافعة إياهم إلى زيادة الاستثمار هناك، حيث تحولت أنقرة خلال فترة وجيزة فقط إلى أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر وأكبر مشغل أجنبي للشباب الجزائري. الاهتمام التركي بالجزائر ليس طارئاً، لكن انشغال أنقرة بمحيطها الإقليمي المباشر حيث مصدر التهديدات خلال العقد الماضي أخر انفتاحها بشكل أكبر على الدول العربية الواقعة في شمال إفريقيا منها الجزائر. لقد حثت تركيا في العامين الماضيين على تفعيل دور أكبر للجزائر في الملف الليبي وشمال أفريقيا، وذلك بموازاة علاقات تركية أقوى مع دول المغرب العربي. وبيّن الكاتب أن العلاقات الصاعدة بين البلدين لم تكن بمنأى عن محاولات التخريب من بعض الدول الأجنبية والعربية التي ترى في علاقات تركية جزائرية متينة خطراً متزايداً على مخططاتها الإقليمية. ظهر هذا الأمر بشكل واضح مع ازدياد دور تركيا في ليبيا وإيقافها الحرب التي كان يشنها أمير الحرب خليفة حفتر بدعم من بعض الدول الخليجية وفرنسا على العاصمة طرابلس، وإعادة الاستقرار إلى ليبيا والسماح بتفعيل عملية انتقالية برعاية الأمم المتحدة حسب الكاتب. توقعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية شكل ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي في ظل ما وصفتها بالدراما الجارية بشأن الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. وقالت الصحيفة إن هذه الدراما قد تعقد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لافتة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتمع مع رئيس حزب هناك مستقبل الإسرائيلية إير لابيد في أحد فنادق القدس، وكان اجتماعهما أكثر تكتماً من باقي اجتماعات بلينكن. الاجتماع عقد في 25 أيار مايو الماضي، وكان لحظة حساسة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، وجاء في وقت يعمل فيه لابيد على تشكيل حكومة جديدة محتملة تطيح بنتنياهو، منوهة إلى أن العديد من المسؤولين الأمريكيين لن يحزنوا على رحيل نتنياهو بعد أن دفع تحالفه مع الرئيس السابق دونالد ترامب إسرائيل إلى الاقتراب بشكل كبير من الحزب الجمهوري. انتقاد نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن يزيد من تعكير صفو العلاقة،
خاصة في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على إحياء الاتفاق النووي مع إيران. ولفتت إلى أنه بحال تولى نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فمن المرجح أن تحظى تصريحاته السابقة بما في ذلك المفاخرة بقتل العرب أثناء خدمته العسكرية باهتمام سلبي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من شأنه أن يجعل التكلفة كبيرة وباهظة من الناحية السياسية على بايدن كي يعرب عن دعمه غير المشروط لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. كما ونوهت الصحيفة إلى أن نفتالي بنت داعم للمستوطنات، مؤيد لضم أجزاء من الضفة الغربية، ما يمكن أن يشكل أيضا تعقيدات بالنسبة للولايات المتحدة، علما أن نفتالي بنت رجل أعمال وسياسي يهودي شغل منصب وزير في 3 وزارات في آن واحد، إذ كان وزيراً للاقتصاد ووزيراً للخدمات الدينية ووزيراً للقدس والشتات، وهو رئيس قائمة البيت اليهودي في الكنيسة 19، وشغل مناصب عسكرية في وحدة النخبة، وعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة، كما له نشاطات على مستوى الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، فتولى منصباً في مجلس الاستيطان العام في الضفة الغربية، ويعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية. وفي أخبار الصحف المنوعة، أظهرت مشاهد بحرية جوية هذا الأسبوع تراكم صمغ البحر المعروف باسم لعاب البحر بكثافة على ضفاف شواطئ بحر مرمرة. وتظهر المشاهد الملتقطة عبر طائرة مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض استمرار تجمع صمغ البحر قرب شواطئ إسطنبول. ويظهر الصمغ البحري نتيجة لتلوث البحار وتغير المناخ عالمياً، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً على الكائنات الحية في المنظومات المائية. نتابع الآن مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، ونلتقيكم على خير إن شاء الله.